غادي نبداو دابا بجافا سكريبت فاليوز اشنو هما بالنسبه لينا كجافا سكريبت ويب ديفلوبرز لي فالور اللي كنقدروا نخدموا بهم اوكي نبداو بالتيب الاول عندنا البريميتيف فاليوز عندنا دو تيب عندنا البريميتيف فاليوز وعندنا الكومبلكس داتا غادي نبداو باول تيب كيف الـ values. لنا احنا ما قلنا البريميتيف فاليوز دونك بالنسبه لينا حنا كجافا سكريبت ويب ديفلوبرز ما عندناش داك المشكل بانه لي فالور اللي كنستوكيو كنحددو ليهم لي تيب كيف ما كنقولوا جافا سكريبت ماشي تايبت لانجويج يعني ما كنحدوش فيها لو تيب عكس دي لونغاج بحال سي ولا سي بلاس بلاس ولا جافا مثلاً اللي مثلا الا بغيتي تكري فيهم واحد الفاليو خاصك تحدد اشنو هو داك التيب ديال الفاليو اللي بغيتي تستوكي يعني الا كان مشكله في داك لو تيب وحاولي ميوتي وسط البروغرام ديالك يقولك لك الديباغر بان عندك بروبليم دونك بالنسبه لينا حنا كجافا سكريبت ديفولبرز ما عندناش هذا المشكل دونك تقدر تكري اي فاليو ستوكيها وسط واحد الفيبل ديالك اكسبت خاص هاد الفاليو تكون عندها واحد مثلا واحد لو تيب اللي هو كتاكسبتيه جافا سكريبت الا بغيتي تاخد جافا سكريبت تايب كاين واحد الكوت واحد اخر ولا واحد لونجويج اللي كيسمى تايب سكريبت ماشي هو لوبجيكتيف ديال الكورس ديالنا لوبجيكتيف هنا هو نعرفو لي فالور دو باز اللي كتخدم بهم جافا سكريبت كلانجويج اوكي اول تيب بالنسبه لينا في هاد البريمتيف تايبس ولا في هاد البريمتيف فاليوز هو نمبر بالنسبه لينا حنا لي نومبر اللي كنقدروا نخدموا بهم ماشي مشكل تحدوا واش اونتي ولا فلوت بحال الناس اللي كيخدموا كي بالسي ولا اي لانجويج اللي هو تايبل دونك تقدر تكري بهذا الديسيمال بوينت كيف ما كتشوف هذا هذا لو ال هنايا اللي فيه واحد الفيرغول هنايا فيرغول ما كتعنيش الفيرغول ولا الفاصله اللي كنخدموا بها كنخدموا بهذا البوان ولا الديسيمال بوينت كيف ما كنسميوه دونك لو نومبر ديالك خذ الفريدوم ديالك كيف ما بغيتي ماشي بالضروره لانك ما محتاجش هنا تحدد لي لو تيب دونك كري بيت بوينت ولا لا راكي تعتبر نمبر بالنسبه للجافا ما كاينش ان تيب دونك لو تيب جينيرال كيتسمى نمبر دونك 42 و 3.14 كيتعتبروا نمبرز اوكي بالنسبه لينا التيب الثاني عندنا هنايا هو سترينغ ولا كيف ما كنسميوهم لي شين كاركتر شنو هو شين كاركتر هو واحد لونسومب د كاركتر لي تنكومبينيوهم بالنسبه لينا هنا عندنا هولي مولي دونك عندنا h o l l y وعندنا واحد سبيس m o l l y دونك هاد هولي مولي هو واحد شين كاركتر ولا هي واحد شين كاركتر اللي فيها واحد لونسومب ديال الكاركتر حتى سبيس هنايا كيتعتبر واحد الكاركتر دونك ملي كنكومبينيوهم كاملين كنعتبروه سترينغ اوكي سترينغ هو واحد لونسومب ديال الكاركتر اوكي سترينغ سكريبت ملي كنبغيو نكتبوه. تيا نكتبوه وسط هاد لي الكوتس كيف ما كنسميهم ولا لي غيومي تقدر دير حتى سينجل كوتش ولا غير وحده دونك تقدر دير دبل كوتس ولا سينجل كوتس يعني مين كتكري واحد الفاليو في جافا سكريبت بحال هكا كتقول البروغرام ديالك كوم كو هذا راه واحد سترينغ ولا واحد شين كاركتر دونك في جافا سكريبت لي شين كاركتر كنكتبوهم وسط الكوتس مزيان دونك بالنسبه لينا ثالث تيب هو البولين البولين كيف ما كنعرفوا بانها ما كتحت... ما, ما فيهاش واحد الاحتمال الثالث اما ترو اما فولز ترو ولا فولز كفالوز دونك ترو ولا فولز كفالوز كنقدروا نستوكيوهم في فيريبلز ترو ولا فولز ما كتعتبرش شي كاركتر دونك الا كتبتيها ترو بولين الا كتبتي فولز فهي كتعتبر بولين دونك ترو ولا فولز هما واحد لي دو فالور اللي كيتعتبروا بوليان واللي داخلين تا هما في ال primitive values مزيان عندنا واحد لي دو فالور اللي هما خاصين بجافا سكريبت اللي هما undefined و null دونك غادي نشرحهم هادو تقريبا خاصين بجافا سكريبت اول واحد اللي هو undefined شنو هو هاد undefined مين كتكري واحد الڤيربل في جافا سكريبت وما كتعطيهاش value ما كتعطيهاش واحد الفالور كتاخذ باي ديفولت يعني باغ ديفولت كتاخذ ان اللي كتعني بلونغلي بانها راك ما ديفينيتيش ليها واحد الفاليو وتقدر كاع تشد هاد ان وتستوكيها في واحد الفيربول دونك هي حتى هي كتعتبر فالور فالور اللي تقدر تستوكيها ولا فالور اللي كياخذها كي جافا باي ديفولت الا ما عطيتيش واحد الفالور لواحد الفيربول مزيان عندنا نول نول هي واحد الامبتي فاليو لان انديفايند راه ماشي هي نول انديفايند فايند راه نون ديفيني نول راه بأنه بانها واحد 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 الفالو اللي هي امبتي خاويه دونك ملي كتبغي انت تشد واحد الفيريبول وتستوكي فيها واحد الفاليو اللي هي نول ولا واحد الفاليو هي خاويه دونك كتستعمل نول اوكي نول اند فايند هما واحد لي فالور اللي كتقدر تستوكيهم فاريبلز okay. دونك هادشي كامل اللي شفناه نمبر سترينج بوليان اند فايند او نول هادو كيتعتبروا البريميتيف values اللي كنقدروا نستوكيهم فيريبلز بالنسبه لنا في جافا سكريبت وغادي نشوفوا هادشي كيفاش كيتستوكا في الدروس الجايه اوكي بالنسبه لينا ثاني تيب ديال الداتا ولا ثاني تيب ديال الفاليوز اللي كنخدموا بهم هما الكومبلكس داتا دونك هاد الكومبلكس داتا كيف ما كيتسمى عندنا اما الاراي اما الاوبجيكت اوكي okay. هادو تقريبا شويه كومبليكي ماشي كومبليكي في, في, الفهم ديالهم غير هما شويه كومبلي في التريتمون اي كيكونوا ليهم بزاف ديال الميثود اللي غادي نشوفوا هادشي في الدروس كيف ما قلنا اوكي نبداو بالاول اللي هو الاراي ونفهموا كيفاش كيفونكسيوني كيف ما كتشوفوا هنا عندنا واحد الاراي باش كيمتاز الاراي وكيفاش البروغرام كيعرفك بانك غتكري ليه واحد الاراي اوكي اول حاجه كتخدم ب اول حاجه كنحدو بانه اراي كنقولو بانه زيرو اندكسد اش كتعني بعدا زيرو اندكس باش نفهموش شنو هي زيرو اندكس ثاني حاجه كنقولوا بان الاري كيعتمد على لي زاندكس شنو هما اول اليمون في الاري كيبدا بزيرو اول اليمون في الاري كيبدا بزيرو ثاني اليمون كيبدا بواحد ثالث اليمون كيبدا بجوج دونك عندنا زيرو 1 2 علاش سميناه زيرو اندكس علاش سمينا هاد زيرو اندكس لان اول اليمون فيه كيف ما كنشوفو هنا هو زيرو عقلوا على هذه الافاي كيعتامد على اندكسز دي زاندكس دونك لاكسي فيه لي زاليمون على دي زاندكس واول اندكس ولا اول اليمون في الأفراي كيبدا كي من الزيرو ماشي واحد كيبدا كي من الزيرو دونك الأفراي كنسميوه زيرو اندكسد لان اول اليمون فيه هو زيرو كيفاش كنكتبوا الأفراي الاول باش نكتبوه سوبر ايزي اول حاجه الا بغينا نقولوا للبروغرام ديالنا شوف يا سيدي هذا راه أفراي اش كنديرو كنديرو البراكيتس البراكيتس كيف ما كتشوفوهم هنايا هما هادو كيف ما هاد الـ اللي كتشوفو لي كاركتر كيحدو لينا نيفو او نيفو ديال سكريبت باننا بغينا نكتب واحد اري دونك مكاتحطهم انت كتقول للبروغرام ديالك شوف يا سيدي راه بغيت نستوكي نيفو ديال البروغرام ديالي واحد اري ثاني حاجه الفالوز دونك هاد الاف شنو غادي يكون فيه غيكونوا فيه دي فالور بالنسبه لنا لي فالور اللي كنقدروا نستوكيوهم او نيفو ديال الاف اي تقدر يكونوا بريميتيف فالوز نمبر بوليان سترينج اند ديفايند ولا نول ولا يقدروا يكونوا كومبلكس داتا يعني تقدر تستوكي كاع اف اي وسط الاف اي وكيف ما كنسميهم نستد اف اي وتقدر كاع تستوكي اوبجيكت وغادي نشوفوا شنو هما الاوبجيكت هنا نيج. اوكي دونك الاف اي الا بغينا نكريو كندير براكتس كنستوكيو فيه فالوز هاد الفاليوز يكونوا اما بريمتيف اما كومبلكس دا ما كاينش مشكل مي باش نسيباريو هاد لي فالور دونك مثلا بالنسبه لينا هنا عندنا واحد الاف في فيه ثلاثه ديال لي باش نسيباريو هاد الـ value. الـ element separator. لي فالور كنخدمو بواحد الالمنت سيبريتور اللي هو الكوما ولا الفيرغول دونك الفيرغول هو لو سيباراتور هنا اللي كيعني كي بانني شوف را كريت لي الاول وسط الاف في ديالي غندوز للثاني غندوز للثالث ديما الفاغول هو اللي كان سيباريو به وكيف ما شفنا من قبل بان هادشي كان اكسيديو ليه بديزاندكس اوكي دونك اجي نمشيو دابا سالينا من سالينا من الاري اغا ندوزو دابا للاوبجيكت اوكي الاوبجيكت عكس الاري دونك الاري من كنبغيو نستوكيو فيه واحد الاري من كنبغيو بعدا نكتبوه اغا نشوفو لا تيرمينولوجي ديالو كنخدمو بالبراكتس. اوكي الاوبجيكت من كنبغيو نكتبوه كنخدمو بالكيرلي بريسز هاد الـ curly بريسز اللي كتشوفهم هنايا ولا لي زاكولاد هما اللي كنحدو بهم البروغرام ديالنا كوم كوا بغينا نكريو واحد الابجيكت نقول البروغرام ديالي بغيت نكري واحد الابجيكت يعني كنخدم بهاد الـ curly بريسز ولا كنسميهم لي ولاد ثاني حاجه عكس الاف array اللي كيتعتمد على دي زاندكس باش نكتدوا واحد لليمون اللي, اللي كيبدا من 0 1 2 بالنسبه لينا الا نستوكيو سطوكيو واحد الفاليو وسط الابجيكت كنخدمو بنيم كنقولوا ليه نيم كنقولوا ليه كي ولا كنقولوا ليه بروبرتي دونك اون جينيرال كنستعملوا بروبرتي باش كنسميو هاد هاد, هاد لابار هنايا كل كي ليه كي المهم اون جينيرال كنستعملوا بروبرتي دونك هنايا كبينا واحد الأوبجكت. كيف ما قلنا اكس الأفري راه كان اكسيدوش بتيز اندكس كنخدموا بواحد البروبرتي مزيان هاد البروبرتي خاصني نستوكي فيها واحد الفالور باش نستوكي فيها واحد الفالور خاصني نخدم بالاساينمنت سيمبل الاساينمنت من سيمبول هو الاول لكلو لو سيمبول اللي, اللي كيحدد بانني اسيدي شوف راه بغيت نستوكي واحد الفالو في هاد البروبرتي دونك هاد الاساينمنت من سيمبول فحال قلتي ايغال ولكن في هاد الكام يمكنش تستعملو ايغال وسط الاوبجيكت ديالنا اللي هو وسط الكوري بريسز دونك كنخدمو بالاساينمنت من سيمبول اللي هو دو بوين مزيان دونك عندنا البروبرتي وعندنا الاساينمنت من سيمبول بغينا نستوكي واحد الفالو دونك الفالو هي الاخرى كنسميوها الفاليو دونك الفاليو ستوكينها وسط ايج دونك خدمنا بدل... خدمنا بهذا الاسايمنت سيمبول نعاود ندير واحد السامري كاين واحد الاوبجيكت بالكرلي بريسز ديفينينا فيه واحد البروبرتي هنايا اي هاد البروبرتي بغينا نستوكيو فيها واحد الفالو خدمنا بالاساينمنت سيمبول هاد الفالو اللي ستوكيناها في هاد الكعدنا هي 23 اوكي بالنسبه لينا هاد البروبرتيز ولا هاد الكيس ولا سميوها اللي بغيتو من هاد السميات بثلاثه كنقدروا نكتبوهم اما بهاد الطريقه اما بهذه الطريقه اللي كنديرهم اونتر دي كيومي ولا وسط دبل كوتس كاينين ديكا اللي كتقدر تطيح فيهم بان النيم كيكون كي شويه ما غاديش ياكسبت يعني الديباغور غيعطيك مشكله ولا او نيفو ديال الجافا سكريبت ما غاديش تريطا مثلا يقدر يكون عندك واحد الكاركتر اللي هو شويه سبيسيال وبغيتي تخدم به في البروبرتي نيم دونك في هذا الكا كتقدر دير وسط الدبل كوت ولكن اون جينيرال راه كاع اللي غادي تلقاهم في البروبرتي نيمز غتلقاهم بهذه الطريقه دونك سيكيو لهذه الطريقه صوف الى تحتو في ديكا اللي هي شويه كومبليكيتد خاصكم تخدموا بالبروبرتي نيم اللي هو مثلا في دي كاركتر سبيسيو اللي غتقدر تخدم به بالدبل كوتس اوكي شفنا عندنا بروبرتي اساينمنت سيمبل اشنو هما لي ديال لي فالور اللي نقدروا نستوكيوهم بالنسبه لينا في هاد البروبرتي عندنا الاوبجيكت عندنا فيه بروبرتي وبغينا نستوكيو فيها واحد الفالوز الفالوز اللي نقدروا نستوكيو بالنسبه لنا حنا في الاوبجيكت ديالنا اي فاليو بريميتيف ولا كومبلكس دونك تقدر تستوكي number string undefined null تقدر تستوكي اي يعني شنو كاركتر اي حاجه بغيتي تستوكيها او نيفو ديال ديال هاد البروبرتي ما كاينش مشكله اما تكون بريميتيف ولا حتى كومبلكس دابا تقدر تستوكي حتى افي وتقدر تستوكي حتى اوبجيكت اللي كيتسموها ناسد اوبجيكت دونك اي داتا اللي هي بريميتيف ولا كومبلكس تقدر تستوكيها او نيفو ديال واحد البروبرتي في جافا سكريبت مزيان كاينه واحد الحاجه مثلا بالنسبه لينا بغينا نكريو مالتيبل بروبرتيز يعني عندنا واحد الكومبلكس دابا عندنا واحد الداتا اللي كريناها بار كونطر بغينا نزيدو فيها بزاف ديال لي بروبريتي بحال مثلا عندنا في هذا الكا واحد ستودنت وبغينا نديرو ليه الايج والفيرست نيم اوكي كبينا الاوبجيكت ديالنا بالكوري بريسز اي كبينا ايج اصلا اللي هي 22 غير هو الا بغينا نكبيو البروبريتي الثانيه كاين هاد البروبرتي سيبريتور اللي كنحدد بانني بغيت نكبي واحد البروبريتي واحد اخر بحال في الاف اي من بغينا نكبي دي زيليمون واحد اخرين سيبارينيهم دي فيغول دونك بالنسبه لينا في الاوبجيكت حتى هما الا بغينا نكبيو بروبرتيز ولا مالتيبل بروبرتيز يعني كنخدمو بالبروبرتي سيبريتور اللي هو الفيغول